نفس السؤال من امبارح النهارده، حطينا سؤال على السوشيال ميديا بنسالهم مين اللاعب اللي لفت انظاركم في الخمس جولات اللي فاتوا من الدوري. سريعا كده نشوف الجمهور بعت لنا ايه على الفيسبوك. خالد مصطفى بيقول علي معلول افضل لاعب حتى الان في الاهلي، وبعد كده كوليبالي، وليد سليمان، ازارو، صلاح، محسن، وعاشور. اسلام بيقول بعد خالص تحياتي ليكي، بشكرك جدا. اسلام من فلسطين بيقول ارى ان هما اتنين، ازارو وجمهور نادي الاهلي. كابتن احمد صادق بيقول مساء الخير، افضل لاعب معلول وسليف كوليبالي. مروان محمد بيقول احمد فتحي وسليف ومعلول. احمد حسين بيقول علي معلول ووليد سليمان. محمد رأفت بيقول وليد سليمان الحاوي. محمود زكريا بيقول كوليبالي. احمد صبري بيقول الحاوي ووليد سليمان. واحمد دهشان بيقول ميدو جابر ووليد سليمان. عمر جادو بيقول عمرو السولية. صالح كوليبالي بيقول او صالح بيقول كوليبالي. ابو زيزو بيقول الحاوي سليمان عندما يغيب تغيب المتعه. عمرو جمعه بيقول كوليبالي وعلي معلول. محمد بيقول ازارو. المحمدي بيقول ازارو. كمان على تويتر نخلاوي بعت لنا بيقول كوليبالي طبعا، وبعديه صلاح محسن. صفاء بتقول ازارو اكيد، بس الاداء السنه او العام ضعيف للفريق كله، الاداء العام. طه خاطر بيقول وليد ازارو. احمد المنسي بيقول حسام عاشور. ابو بكر بيقول كوليبالي وعلي معلول. كمان على الانستجرام محمد عمر بيقول علولو. عبد الله بيقول ازارو. ميدو بيقول علي معلول ووليد سليمان. ابراهيم محمود بيقول الاسد ازارو. مودي بيقول سليف كوليبالي طبعا، وردوه بتقول سليف كوليبالي، وحسام جمال بيقول علي معلول. احمد اسماعيل بيقول ان من وجهه نظره احسن اللعيبه في النادي الاهلي كوليبالي، وبدايه مميزه لتألق ازارو كالعاده، معاهم عمرو السولية وحسام عاشور. محمد صبري بيقول كوليبالي، وروان بتقول علي معلول. دي اراء الجمهور اللي جات لنا النهارده سواء على الفيسبوك او على تويتر وكمان انستجرام، ردا عن سؤال حلقتنا النهارده اللي كان بيقول مين هو افضل لاعب ومين اكتر لاعب لفت انظارك في الجولات الخمسه اللي فاتت من الدوري المصري الممتاز.